في خدمة ذوي الرحمن، يا فرحة والله سعدك وفرحة بالنسبة لي بأنك تكون في هذه الشهر في هذا الشهر إن شاء الله أنت وزملائك من خدام ذوي الرحمن. كذلك له فرائض معلومات، له واجبات معلومات، له سنن، له مندوبات، وهذا الشيء يعني يقوم به المرشدون. الحج أخلاق، الحج اللي يتخلق يلقيه أدم مع بيت الله الحرام، والله كان صالح من الصالحين. الدجاج لابد عليهم أن يتزودوا، وإحنا رانا رشدناهم وتكلمنا عنهم على أمور أهم، يعني هناك المهم رشدناهم أنهم الأمور معلومة، الحج معلوم والفرائض معلومة والمندوبات معلومة، ولكن هناك أمور تتع شيء معنوي، شيء روحي، شيء قلبي، وهو الأداب الأخلاق، يعني مع مع مع, مع حج بيت الله عز وجل. كي نقرب البيت ندير له هذا الاطباع الشيخ. نعم لما نطبع الاطباع عندي هذا اللي من عريه شي عريه هذا عريه هذا مغطي. اليوم ان شاء الله درنا لقاء ما بيناتهم، اولا يتعارفوا وثانيا نعطيناهم ارشاد كي يطوفوا كي يسعوا. جيب لي من طلع هذا طلع تهل تلع جيب لي من عند لي صار جينا اليوم استدعاء من عند مدير الوكالة باش ديرنا اجتماع باش نعرفوا شكاين شمكاش. جينا وان شاء الله بحول الله نروحوا بخير ونجوا بخير ودينا دي تفاصيل. اليوم عيطتنا الوكالة تاعنا باش تورينا شنو نديروا في مناسك الحج. الحمد لله استفدنا ان شاء الله تاع الصور اللي ما كنتش عرفتهم يعني، ولبينا النداء والحمد لله يعني نصحونا يعني المرشدين والأئمة يعني.